السلام عليكم بنات، هاني جبت لكم فيديو جديد، نتمنى ينال اعجابكم. في هذا الفيديو بغيت نقول لكم عيدكم مبارك سعيد، وكل عام وانتم بالف خير. اللي بارك لي العواشير شكرا ليه، شكرا شكرا شكرا. اللي ما باركش ليه انا العواشير يسمح ليا، ماشي من قله الصواب ولا شي حاجه، المهم راه غير راس عامر والواحد راه ما عندوش الوقت. وهاد الفيديو البنات والله الا درتو لكم دابا غير في الطريق، حيت راني عارفه ما غنرميه حتى لواحد من بعد عام. لا ماشي اول. المهم عائلتي الحبيبه اللي ما باركتها العواشير سمح لي، عيدكم مبارك سعيد من هذا المنبر. ما حدي كندير المونتاج، ما ديروش ملي قلت صواب. ايوا اللي بارك لي انا عنده الاجر من عند الله، ايوا داكشي اللي كاين. ايوا الله يسمح لينا من الوالدين، والله يسمح لينا من عائلتنا، والواحد راه كيقدر الظروف. المهم كما كتشوفوا مشيت عندك الزار، جبت اللحم على قدي، ومن بعد مشينا واحد العراضه، دارت لينا واحد السيده الله يطول ليها في العمر، الله يصلح ليها وليداتها اللي بعد عليها كل مكروه يا ربي. دارت لينا اللحم بالبرقوق، المهم دارت لينا السفه، البريوات ديال الحوت، وهذه اكله عراقيه الدلمه. لا هذه ماشي الدلمه، ما عرفتش شنو سميت هذه الاكله ديال الارز واللحم. ايوا كما كتشوفوا الدجاج، انه التراث المغربي، الدجاج المحمر. انه الدجاج المحمر بالمرقه. وهنا شي اكلات عراقيه، هذه هي الدلمه، هذه كتحمق البنات، عرفتوا كي دايره، واعره واعره. ايوا اش غنقول لكم، اللي نظم هذا الحفل الله يصلح ليه وليداته، الله يبعد عليه كل مكروه. والصديقات العراقيه داروا، ما نساوش الدراري الصغار داروا لهم هدايا، صراحه فكره غزاله ما شاء الله. حلويات، المهم مفاجات، والكادو ديال العيالات داروا لهم قران صغير البنات كيحمق، والتسبيح، التسبيح ديال الكتروني، يعني ماشي ديال ماشي العادي، ياك الالكتروني البنات، هذيك اللي كديروا في الصبع وكتطفيوها وكتشعلوها، ما عرفتش شنو سميت داك السبابه ولا ما عرفت، والله ما عرفت البنات. اللي عندها شي معلومات تخليها ليا في التعليق. ايوا صافي البنات، المهم الدراري فرحوا، عجبهم الحال، هاد القاعه مفتوحه على الجرده، انا كنت غير معروضه الصراحه، كنت غير معروضه، داروا ليا بحسابي، الله يدار بحسابي، الله يكبر بي. الله يزيد من امثالو. عافاكم عافاكم، العيد الجاي ما تنساونيش، ديروا لي حق، ديروا لي بلاصتي. الله يعطيكم الخير. يلا البنات نخليكم بلا ما نطول عليكم في هذا الفيديو، فرجه ممتعه. غيتا هاكي، اجي غيتا هاكي، اجي كم. بعد نسينا حد؟ لا ما ايوا البنات، من بعد ما احتفلنا بالعيد مشينا لواحد البلاصه كاين عندها ميشن، سميتها طول الحوت، هادي الدخله ديالها بحال الدخله ديال مراكش، فيها الموسيقى، فيها الملابس التقليديه، الافريشه، سوفونير صغار، فيه حتى هادوك اللي كيكتب اللوحات بالاسماء والأدنية اللي بغيتو، وفي هاد الجلسة واعرة يا البنات ما شاء الله، جلسة صحراوية مغربية 100%، وكانت تما الأوركسترا، وكانت تما واحد الراقصة الصبليونية كترقص الرقص بحال خجريات. إيوا يا البنات، وصلت أنا بعد نهاية الفيديو،
نخليكم على الفيديو. الصراحه راه غزال 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 البنات كما كتشوفوا، راه صورت لكم التفاصيل. Thank you.
عليك من زوايا بحر.